صباح الورد. سوري قعدتك من النوم. لا زين سويت، زين سويت انك قعدتني. حلمت حلم الله لا يوريك. شنو انت بعد؟ انا بعد. لا تقول لي انت بعد حلمت حلم مزعج. اوف حلم، يعني بحياتي ما حلمت حلم كذي. وايد كان حلم خايس. سلمان عافية قولي شنو حلمت؟ أخاف أقول لك الحلم وتخافين. سلمان لا تخرعني قول. يا خوفي أقول لك الحلم وأنت تكملين نصه. إيش قصدك؟ قصدي إن أنا وياك يمكن حلمين نفس الحلم. طيحت قلبي يقول. أنا إذا قلت لك حلمي مو راح تخاف، راح تعيش برعب مو سنة سنين. قول يا سلمان ليش تطالعني في النظرة؟ حلمت بيخت أبيض؟ حلمت إني في مفارس؟ سلمان حلمت بأسد ياكل شاذي؟ لا. حلمت بفيل جاي يهجم عليك؟ بعد لا. هذا مو نفس الحلم. طيحت قلبي. ما أدري شنو تفسيره للحلم. يا بعد عمري يما الحلم هذا ما يتفسر. إيش تبيني أقول لك؟ والله ما أدري. يما صدقيني هذا اللي صار. بعدين أنا خفت أقول إن أنا وياك حلم نفس الحلم. خفت إن تخاف. وأنا بعد يا يما ما أعرف شو أقول لك. تبي الصج؟ أنا أول مرة أسمع اثنين يحلمون نفس الحلم. سبحان الله. والنعم بالله. يما أنا ما بعرف تفسير الحلم. أنا بعرف إنه هو خير ولا شر. أنا اللي أعرفه إن البحر في الحلم خير. بعد ما أدري. إن شاء الله خير. ألو هلا سميرة شلونك؟ أنا الحمد لله زينة. سمعي حاجيت أبي المرة هذه اللي تفسر الأحلام اللي شفتها عندك. إيه أبيها ضروري. معقولة؟ أنا وحياة حلمنا نفس الحلم؟ شنو هالحلم الغريب؟ يا رب يكون خير يا رب. يا ربي وين راح السايق هذا؟ ايش في تاخر؟ كله كذي يسوي فيني. صباح الخير يما ايش فيك؟ هلا يما صباح النور. وين رايحه؟ بروح بيت خالتك حتى اسلم عليهم، امس رجعوا من السفر. ما شاء الله بس ما طولوا. ما شاء الله بنتهم تدخل الجامعة كلية الطب. تخرجت؟ اي تخرجت. اذا سمعي تروحين عندهم سلمي عليهم وايد، بس انا ما عندي جامعة بطلع معاك عندي شغل. عير اذا ما عندك شغل يما تعال وصلني. الله يرضى عليك. يلا يلا خلاص. الماي شدة والبحر دي وفرة والدم شر. الله يكفينا شره يا أختي.
يا معودة غيري بدي، قولي غير هالحكي. ما أدري هذا اللي طلع معي، هذا حلم ولدي، وانت لا تشذي فالت شر. أنا ما قلت له يا أختي احلم هالحلم لولدك. قطيعة ما تبون للأخبار الشينة. هذه ايش ذنبها؟ وانت صادقة، ذنب مو ذنب، ذنب ذنبي أنا اللي جيت وترجى منها خبر يسر. سميرة واللي سلمك ما بي سلمان يعرف عن الموضوع هذا، عن تفسير الحلم، سمعتيني؟ أكيد من عيوني. يلا أنا رايحة. تبي تقول لي حلمك عشان لا تخرعني؟ لا تخافي بعد عمري، لا تخاف، أنا لك طول العمر، ولو الأحلام بتفرقنا نلغيها من حياتنا، وانت من فتحين عيوننا طول العمر وما ننام، بس انت لا تخاف. والحين تعال، يلا تعال يا أغلى حب، خلك هني. أستاذ ماجد. لحظة لحظة سعود، شان دقيقة. نعم أستاذ، هذه الصورة وايد حلوة، إيش رأيك فيها؟ حلوة، أنا معاك، بس تبي رايي؟ نعم استاذ. ايش رايك نحط معلم؟ تدري احنا ببدايتنا فما ودنا نغامر. ان شاء الله استاذ. بس استاذ المقال اللي كتبته استاذ ريم وايد حلو. اوه بدينا في المجاملات. المقال عاجبك ولا لانها زوجتي؟ قول الصج عاد. يلا استاذ ريم مو محتاجه احد يجاملها، ما شاء الله عليها. تسلم، كلك ذوق. بالفعل ريم تستاهل من يمدحها. المهم سعود. نعم استاذ. شفت الصوره؟ ايه. ابي عليها سكان وطرش على ايميلي. ان شاء الله استاذ، الحين اروح مكتبي واسوي لها سكان. وين حطيت الورقه؟ من شوي كنت اطبع صور حق سلمان. وي شو وراك هنيالك؟ ناس تحت الشمس وصيدهم ضربه شمس عشان تطلع صوره واحده حق المجله الجديده، وانتي تطلعي صور الحبايب ها؟ يا معوده لا تحسديني الا انت يا عاد، الوحيدة اللي أقول لها كل شيء وأمن فيها من بد البنات كلهم. حرام عليك، كل البنات يحبونك. سكتي يا ريم، لا تشوفين لما نسولف عن سلمان قدام بنات خالتي ولا بنات عمتي أحس الحسد بعيونهم. إيه الحسد فرق ناس وايد. أي والله، أعوذ بالله من الحسد والعين.
معقول لهالدرجة يحسدونك؟ وأكثر حبيبتي، تدرين عاد؟ ساعات أحس إني أخاف عليه مثل الأم لما تخاف على ولدها. ما أدري ليش الناس حاسديني. هو بعد حاسدين عليك. يلا عاد، هذه مجاملة. ولا مجاملة ولا شيء، أنت شكلك من زمان ما شفتي روحك بالمنظرة. خلش مني الحين وقولي لي عنك أنت، شو أخبارك؟ شلونك مع ماجد؟ ماجد لو أقول لك أمس وين رايح يرتفع ضغطك منه. Good afternoon. Hello, Leona. How are you? I'm good. Thank you. Everything is very good. All things is good? Under control. Inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum. Alaykum assalam. Hello. 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 Hello, doctor. هلا هلا ابو حياه، هلا ابو سلمان، هلا ابو الصديق العزيز، هيز ماي فريند. هلا قد افتنم تو تركش كف بليز. شلونك شو اخبارك؟ انت شلونك وش اخبارك؟ خير الحمد لله، الله يحفظك. متى الوصول؟ توني واصل. تدري يا ابو سلمان مهنه الطب متعبه. اي الله يكون بعونك. الدكتور بعد ولك من الله سبحانه وتعالى الاجر. الحمد لله على كل حال، احنا نسوي اللي علينا والباقي على رب العالمين. صدقت ونعم بالله، ونعم بالله. اخبارك بعد؟ ان شاء الله الامور طيبه كلها. والله تدري فيني يا ابو سلمان، انا ترى سيده من المطار جايك هنا بطمن على الحلاله، حتى بيتي ما مريت. اقول كني سمعت والله من يومين ان الاهل هني يعني ام عيالك ويا بنيتك حياه. اي 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 وصلوهم؟ اي وصلوا قبل يومين، سبقوني، انا قلت اخلص شغلي والحقهم. اه حلو 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 حلو، والله لو تقعد هني احسن لك، احسن لك من هاللويا هذا. انا والله قاعد افكر ان افتح لي عياده خاصه هني واستقر. زين تسوي، مبروك مقدما. اريح اريح. زين تسوي، اي اكيد اريح. واخبارك بعد تمام؟ الامور طيبه، الاخبار عندك بشر؟ لا كلها تمام تمام فوق تمام الحمد لله. الحمد لله. لا صار كذي عيل نشرب لنا فنجانين قهوه ونقعد نسولف. ترى فنجان قهوة ما يأخرني لأنه ناطريني على الغداء. إيه لا حد خير إن شاء الله، لا حد خير. حيا حيا. هذا ماجد راد على تقرير السياحة اللي كتبته. زين. التقرير اللي كتبتيه جدا ضعيف، والرجاء التركيز على الشغل بدل الهذرة مع فضيلة. شلون يكتب لي كذي هذا؟ مصجة؟ إيش دراني عنه؟ لا هذا أكيد ين. إنزين أنت الحين هدي نفسك، خلينا على الأقل نعرف شو السالفة. صراحة يا أبو سلمان ما توقعت أسمع منك هالكلام، الأخبار اللي عندك تضيق الخلق. عن إذنك أبا أروح أنا، الأهل ينطروني ما أبي أتأخر عليهم. على راحتك على راحتك يا دكتور، بس إن شاء الله نلتقي وأشرح لك الأمور عدل. إن شاء الله إن شاء الله يصير خير. أقول الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. سلام، هلا هلا أبو وليدي سلمان. هلا 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 والله هلا. أشوف المنتجع منور. ها إيش هالغلط هذا؟ ليش تغلط على عمك؟ ليش أنا بشنو غلط؟ شنو غلط؟ قول الديرة كلها منورة. هذا الدكتور جمال. خرعتي يبا، وقف قلبي. بسم الله على قلبك يا ولدي يا سلمان. عن إذنكم. وين عمي وين؟ أبا أروح البيت أتغدى مع الأهل، ناطريني. ترى العشاء عندنا لا تنسى. إن شاء الله يصير خير. إن شاء الله. بيون عندنا العشاء اليوم؟ ها؟ إيه. يلا تعال. أنت شو الإيميل اللي دازلي؟ رأيي. لا والله اقول لك رايي مقلب مو كذي. صدقين عاد ما تخيل اسبوع يمر ما اشوفك معصبه فيه، اموت عليك وانت كذي متنرفزه. شنو يعني كل يوم تقعد تعيشني بمقلب ولا شنو؟ اذا زوجتي حبيبتي ما اسوي فيها كذي، من اسوي فيه؟ ترى مو فرض ولا واجب. والله عاد زوجتي وحبيبتي وام عيالي في المستقبل لازم ارسم على وجهها الابتسامه. اي مو تموتني من الخوف عقب تقول لي ارسم البسمه. يلا يلا خلاص زين باي. Thank you.
الو. اهلين دكتور، كيفك دكتور؟ هلا بك، الله يسلمك. هلا اخوي صالح، شلونك؟ شلون العيال؟ الحمد لله دكتور، طمني عليك انت، كل شيء تمام معك؟ انا بعدين اطمنك عني، توني واصل البيت والاهل ناطريني على الغداء، بس لي طلب. امر دكتور. ما يامر عليك عدو، بصراحة قبل اتصل فيك انا كنت متردد شوي، لاني سمعت خبر وضيق خلقي وقلبي ناغزني، ابي اتاكد منك بس. في شيء دكتور؟ كله خير؟ ايه ان شاء الله خير، بس مريت اليوم ابو سلمان المنتجع وقال لي بصراحة خبر يضيق الخلق شوي. خير ان شاء الله، شو الخبر؟ يقول ان المنتجع السنة ما في ارباح. صحيح الكلام هذا؟ الو. ايه معك دكتور، معك دكتور. صالح شو فيك سكت؟ والله دكتور، انه انت بتعرف انه صلاحيتي محدودة بالشركة، فما فينا خبرك انه خبرية صح ولا لا. ادري ادري، بس انا ابيك تطلب من المديرة المالية التقرير المالي السنوي والفواتير والاصول. اي اي ماكو مشكلة، الاصول اجيبهم اقراهم، بس انا اتاكد من ماكو مشكلة اردهم لكم يعني. بس اخاف ابو سلمان يزعل. مش حقه يزعل، هذا حقي، انا شريك معاه ونسبتي 40%، وبعدين هذه أول مرة أنا أطلب فيها تقارير. خلاص دكتور، أنا راح أخبر أنيسة ميس إنه تجهز اللي أنت طلبته، لأنه هو أول مرة يقول لي إنه ما في أرباح. إن شاء الله خير. أي والله يعطيك العافية، حرص لي على الموضوع وشوف شو يصير معاك، وباشر دق عليه وطمني. يلا مع السلامة. وده حيات، يلا يا ماجد تأخرنا. شنو أدق على أهلي أجرون العشاء عشان شيخ الشباب يبي يكشف؟ لحظة لحظة يا بعد روحي، قال تبخر بعدين. أنا من علشان قاعد أكشف، مو عشان زوجتي يا حبيبتي. ولو أوقف قدام المنظر طول العمر وأنا كاشخ علشان عيونك هم أقول لا. يا بعد عمري من قلبك؟ أفع عليك بس، أنت لو تدشين قلبي وتحوسين داخل أكيد بيوصلك صدى. بس صدى؟ أنا عايشة بقلبك وما بي أحد يصحيني من هالحلم. حلو، أنا أقول نقعد الحين ونقضيها رومانسية للفير ونكشت بالعشاء، ومو مهمة هلك يزعلون، إيش رايك؟ الحمد لله بخير، عساك بخير. طمنا عن اختي حنان. حنان؟ حنان بخير الحمد لله، والدكتور رخصها قال لازم ترجع للديرة، واحنا باكر جايين ان شاء الله. باكر؟ يعني الامور طيبة؟ ان شاء الله بتكون طيبة، ادعي لها يا فيصل. اي خلاص، انا راح اكون انتظاركم بالمطار. شكور ما قصرت، مع السلامة. يا الله يا الله عليك ولا على غيرك، انت الشافي. عمي لا تشوف الوالد او الوالده سووا. اوه دشيت البحر يصارخون تعال لا يصير فيك شيء. تبي يا حيحان بتطوفني؟ قلت يمكن ما تحب القهوه. ما نشوفك تعال، ما نشوفك تعال تعال. شو السالفه؟ يخافون عليك كذي؟ لازم تسوي له فحص نظر عشان يشوفني عدل. فحص نظر؟ لان انا احبك. اف عليك بس، باكر بتتزوج ان شاء الله وياك ولد، وشوف معزه الولد. ما عزم الولد الا ولد الولد يا ابو حيات، مو هو؟ عدل عدل كلامك يا ابو سلمان، عسى الله يخليكم لبعض، بس سلمان معروف من يوم هو صغير قلبه ميت. صراحه؟ سالفة غريبة عجيبة، شاعر وإحساسك مرهف وما تحب الحياة؟
لا عاد لا عاد انا احب الحياه بس اموت على المغامرات. حي الله من زهرنا والله. سلمك. حي الله بالقمر. تسلمين يا خالتي كل الشغل. الله يسلمك. انا مش قادره. تسلمين. الله يعطيك العافيه يمه. الله يعافيك حبيبتي. اصب لك شاي. لا حبيبتي مشكوره. اكتفيتي بس خلاص. ايش تبين بعد؟ باكر بتصبحين وتمسين فيها. اي طبعا اكيد بصبح ومسي على القمر هذا اللي قاعد يمي. الله يشهد يا هدى اللي بتدخل بيتي هذه مو جنتي بنيتي. يا حبيبتي هذا بيت اختي وانا لما دشيت بيتك ما حسيت نفسي غريبه. ابدا صالح؟ خير إن شاء الله، إيش في بتكلمني بهالوقت؟ أهلين ميس، كيفك؟ الحمد لله أنا بخير. أنا آسف بحكيكي هلأ بوقت متأخر، بس لضرورة أحكام. خير؟ بصراحة دكتور جمال اتصل علي اليوم وطلب مني شي غريب. قول أنا بسمعك. طلب تقرير المالي السنوي مع الفواتير والمسندات مع تقرير كمان. من دون علم أستاذ سالم؟ كأنه هيك، بس أكيد ما عنده مانع ليوصل الخبر لأستاذ سالم. ولو كان هيك كان موصينا وقولي لا تقول لحدا. اوكي ماشي شكرا. مو حلو شكلك هني، كلش مو حلو شكلك هني. هذه أحلى. صدقين كل ما قعدت معاك تخيل المكان اللي راح نسكن فيه. تخيل المكان راح يكون كذي ترى على البحر، ها يعني مثل العمارة كذي آخر دور. إيش فيك مستعيل؟ خلنا نتزوج بالأول بعدين يصير خير. إيش سالفتك؟ كل ما فتحتك موضوع الزواج تهربتي. صاير شيء؟ لا ماكو شيء، بس في شوية أمور في البيت شغلتني. شوية تمر شغلتك ها؟ هاي عمي ما قلت لي شو اللي صاير؟ مقهور. أنا مقهور يا مروان، أنا اللي أتعب وأشكى وغيري ياكله باردة مبردة، الدكتور جمال هذا ياخذ أرباح مثل ما آخذ أنا، هذا ظلم. بس هذا اتفاق بينكم وفي عقد يا عمي. اي عقد؟ اي اتفاق الله يهديك، عقد واتفاق.
هو نايم بالعسل وانا اللي راكب المكلف كامل وزاره لوزاره من اتفاق لاتفاق ومن عقد لعقد. لا لا هذا مو عدل. بيني وبينك يا عمي الموضوع يحير شوي، بس شنو تسوي؟ حيركم انت ولك ما يحيرني انا. انا وضعت مخططي وبدأت بالتنفيذ. تسمح لي ادخل استاذ؟ هلا يا ميس مبتدي، في تليفون تتصلين بالاول وبعدين الاستاذ مشغول شوي. مروان قم روح مكتبك. تفضل يا ابوي. اشوف روح مكتبك. استاذ حبيت قبل ما اتصرف حضرتك تطلع على الموضوع. كشوفات حسابات هودا مش بس حسابات، هودا تقارير تشيك ان وتشيك اوت لكل غرف المنتجعات والمفارق ومطاعم المنتجعات بالاضافه للحافظات. طلبهم امبارح الدكتور جمال من صالح. هي. انا هالشيء هذا كنت متوقع. يعني بدت المشكله. تقولين طلبهم الدكتور من صالح؟ بصراحه انا الموضوع كثير فاجئني وما عرفت اخذ قرار، خاصه انه صالح طلبني بوقت كثير متاخر. الله شو الغزال اللي قدام عيني واشوفه قدامي كل يوم. شو اللي مانعني ابوه لباللي بقلبي؟ الحياه الحياه هو اللي مانعني. استاذ اذا انا جيت بوقت غلط برجع بجيب وقت ثاني. تدرين انك حلوه. انا؟ يا عيل امي. اسف انا اقصد يعني العفو ميس العفو. انا الدكتور جمال هذا حاطه براسي واعرف كل اللي يسويه وبيسويه. خير استاذ؟ كنتوا اصدقاء العمر، شو في بيناتكم؟ كنا. بس كل شيء بتعرفينه بوقته بالوقت المناسب. ميس أبيت تكونين بير لأسراري، ما أبي تطلع كلمة واحدة منك برا. طمن أستاذ، مثل ما تعودت علي أنا هيك رح ضل. روحي مكتبك أبوي. بالإذن. تفضل. هذه ما كانت قدامي. شلون الحين عجبتني؟ متتيها الايام؟ الايام كانت وايد حلوه. ان شاء الله الايام الجايه بتكون احلى حبيبي. بس متى متى متى؟ سلمان حبيبي زواجنا قرب وان شاء الله بنعيش حب في حب. اقول لك يا حبيبتي، احس ان انا قبل ما اعرفك ما كنت عايش، كنت انسان تافه ما في نفس، احس ان حياتي كانت عاديه جدا. اخاف هالوله كله يروح بعد الزواج. لا حبيبتي ما راح يروح، أصلاً حبنا راح يصير حب مينون مينون. لا حبيبي
أبيك بعقلك، بدون عقل ما تقدر تسعدني ولا تحميني. عاد أقول لك شيء، تدري ايش راح يصير بعدين؟ شنو؟ شنو توقعين؟ ما أدري. حياتنا كلها راح يكون مفاجآت، كل شيء مفاجأة. حلم حلم، أخلي روميو وجوليت يطلعون من القبر يقولون منو ذيلي؟ حياة سلمان ايش قاعد يسوون؟ والله من صدق جلدي. سلمان. شنو؟ أشكر ربي عليك وعلى هالنعمة اللي أعطاني إياها. الحمد لله، تشكري ربك علي. تحبيني؟ حياتي. إيش فيك؟ ماجد وايد تأخر، ما أعرف إيش فيه. قال لي بعد الدوام مباشرة يطلع تصريح من وزارة الإعلام، من بعدها تبتدي على الأقل مجلتنا الإلكترونية. بعد يا بعد عمري يا ريم، الغايب عذره معاه، وهو الله يعينه. تدرين؟ ما أدري إيش بيصير فيه لو الوزارة ما عطته تصريح حق مجلته. مجلته؟ هذه مجلتنا كلنا، لو سمعت شيزان. هيدي عم هيدي قصة معقولة كل يوم تصير. خير؟ شنو خير؟ ايه خير. انا سلمان، ايش فيك؟ ادري انك سلمان. انا هاي اتعرف عليك. لو سمحت بخرة انت هيدي. انا ما اتعرف على شباب. وهذا الشيء اللي احبه فيك، انا غير عن الشباب. لو سمحت بخرة انت. ما راح اوخر، ايش تبين؟ ما راح اروح. سمع اللي بقلبه خليش تروحين. اذا ما وخرت ابوي، وابوي يعرف يوقفك عند حدك. ما راح ازعل. انا كنت خايفه الحين. اخذي سيدي. ما ابي. تكفين اخذي سيدي، ما راح تندمين. عندي سيديات وايد، ما ابي. انا مسوي عشانك. تفضل. تفضل روح، مالك شغل بالبطاط. خلصتها بعد. حياة. أحب أحبك. تفضل صالح. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا هلا. الأستاذ صالح كلمت تميز أن الكشوفات والميزانية والأوراق اللي طلبهم منك الدكتور جمال، طبعا هذا من حقه، والمفروض أن احنا نجهز لليوم، لكنه ما طلب من الأول، ورغبتها هذه إن شاء الله نحققها، بس أبيك أنت تتبلغ شخصيا تقول له أن طلبك مجاب، ولكن يبي له وقت.